ازيكم يا جماعة، انا خالد وانا هتكلم عن شرح التيرن ليفت او الليفت تيرن والرايت تيرن اللي احنا بناخده في الجيومتري. والموضوع سهل جدا، انا لقيت له يعني تركه بسيطه جدا هشرحها لكم. اوعدكم اللي هيركز فيها هيجيبها ويفهمها بسهوله جدا. ركزي معايا يا ست الكل. تخيل ان انت معاكي شكل بالمنظر اللي قدامنا ده، وفي نقطه هنا ونقطه، طبعا الرؤوس بتاعه الشكل دوت، وعندنا بره نقطه شكلها كده. عايزين نعرف النقطة دي السبورت لاينز بتاعتها طالعة ازاي. السبورت لاينز ايه هي علشان اللي مش عارف؟ هي بكل بساطة لاين لما بترسمه لازم يقاطع نقطة بالظبط على الرسمة بتاعتنا، بس في نفس الوقت مبقاش في حاجة بره اللاين ده، يعني زي المماس كده او التانجنت. يعني بالنظر كده هيطلع هو النقطة دي اللي ده السبورت لاين الاولاني، والتاني هيطلع بالنظر كده هو ده. ولكن الكمبيوتر ما بيفهمش الكلام ده، ولازم تديله خطوات فعلية علشان يقدر يطلع لك نتيجة. طب ازاي؟ بكل بساطة احنا محتاجين نشوف عند كل نقطة، نتأكد هل النقطة دي بتعمل لي مع النقطة الأساسية بتاعتنا اللي هي X بتعمل لي معاها support line ولا لا. بكل بساطة في شوية حاجات لازم تحطها في اعتبارك. اول حاجة ان احنا بنشتغل في الرسمة بتاعتنا counter clockwise، يعني عكس عقارب الساعة. يعني ايه عكس عقارب الساعة؟ يعني الاتجاه بتاع الرسم هيبقى ماشي كده، ده اتجاه السيجمنتس بتاعتي. لازم لما اجي اقرا النقط بتاعه السيجمنتس لازم اقراها بالاتجاه ده بالظبط، والا الدنيا هتبوظ ومش هيبقى الحل بتاعك صح. الحاجه الثانيه ان احنا هنمسك النقطه اللي احنا عايزين نعرف هل هي بتديني سبورت لاين ولا لا، فبالتالي هنفترض ان هي دي النقطه اللي احنا عايزين نتاكد منها. خلينا نلزق عليها دوت كده ونسميها بي. فين النقطه اللي قبلها؟ اكيد اللي تحت بي ماينس 1. ليه دي النقطه اللي قبلها؟ عشان انا ماشي كاونتر كلوك وايز، فالاتجاه بتاعي كده اتجاه السيجمنت ده كده، فبالتالي دي النقطة الأولى ودي النقطة الثانية اللي بعدها هتبقى هي دي بي بلس 1. ونحط ده عند النقطة اللي هي اسمها اكس، ونبدأ بقى ايه نتشيك هي تيرن رايت ولا تيرن ليفت. احنا عايزين نتشيك على انهي نقطة؟ عند دي. يبقى بكل بساطة نفتح القلم الأحمر ونمسك السيجمنت اللي قبلها واللي بعدها، الخط اللي قبلها يعني واللي بعدها. الخط اللي قبلها ماشي ازاي؟ ماشي لفوق كده، ده الاتجاه بتاعه. يعني لما نيجي نقراه لازم نقراه بي ماينس 1 بي. هنعمل خط كده بي ماينس 1 بي، يروح فين الخط ده؟ يقف هنا؟ لا، هيروح على النقطه بتاعتنا بقى، فنمشيه على النقطه بتاعتنا كده. دلوقتي احنا عايزين ناخد القرار هي تيرن رايت ولا تيرن ليفت. هنا الحته اللي انت مش عارف تعملها. بكل بساطه خد التريك دي، احنا هنفتح القلم التاني مره كمان ونقوم جايين هنا نعمل خط وهمي كده، نمده كده لقدام شويه، طالع من السيجمنت اللي احنا رسمناه او من الخط اللي احنا رسمناه. خلي بالك في نفس الاتجاه، ركز في الاتجاهات جدا، في نفس الاتجاه. انا بقرا من فوق من تحت لفوق بي ماينس 1 بي، يبقى همد الخط لنفس الايه؟ الاتجاه. اسال نفسي سؤال هنا، هل اللاين اللي انا رسمته ناحيه اليمين ده اللي هو رايح على النقطه في الاخر ده على يمين الخط الوهمي ولا على شماله؟ والله طالما على يمينه يبقى في الحاله دي تيرن رايت، يبقى الخط كان ماشي كده وعمل تيرن رايت. بس لسه ما خلصناش، احنا كده بس شيكنا على اللاين الاولاني او السيجمنت اللي قبل النقطه. نمسك بقى السيجمنت اللي بعد النقطه، هنعمل نفس الكلام بنفس القلم الاحمر، هنقوم مدين الخط كده بي لحد بي بلس 1. خلي بالك من الاتجاه، ها مش هقولها كتير. يروح لفين؟ مش هيقف كده وخلاص، يروح على النقطه اكس بتاعتنا، فهيمشي اهي كده راح على اكس. قشطه. عايز تعرف تيرن رايت ولا تيرن ليفت؟ مد خط كده وهمي كده، وبعدين خلي بالك تلف الناحيه الثانيه وتبص له في اتجاه الحركه بتاعتك، هو ماشي كده فتبص له كده، تسال نفسك سؤال هي كده على يمين الخط ولا شماله؟ كده على يمينه، فبالتالي تيرن رايت. طالما الاثنين تيرن رايت الاولاني والثاني تيرن رايت، يبقى في الحقيقه الاجابه دي مش هتنفع. ده معناه ان مش هو ده البوينت اللي هتديني السبورت لاين، وطبعا ده واضح بمجرد النظر. يعني هنشيل المغناطيس من هنا ونحطه على النقطه اللي بعدها ونعيد نفس الحاجات تاني. انجازا للوقت خلينا نروح على دي عشان هي دي احنا عارفين ان هي دي اللي هتطلع لي السبورت لاين، ونشوف شكلها بقى مختلف ازاي. هنجيب القلم ونعلم عليها ونديها اسم بي، واللي قبلها هتبقى ايه؟ بي ماينس 1. طب معلش بقى اللي قبلها دي هي اللي على يمينها ولا على شمالها؟ ما تقولي ما هي دي قبلها اهي. لا، اللي قبلها في الاتجاه، انت ماشي كاونتر كلوك وايز، فبالتالي اللي كانت قبلها هي اللي هنا بي ماينس 1، وبالتالي اللي بعدها هي بي بلس 1 دي. اي مشكله؟ نقرا من اول بي ماينس 1 لحد البي، تمشي عادي جدا. تقف؟ لا، هتروح للنقطه بتاعتك، النقطه بتاعتك اهي، هتروح لها تلاقي نفسك مشيت كده. تسال نفسك هي تيرن رايت ولا تيرن ليفت؟ فنمد خط وهمي كده، خلي بالك بص له صح، يعني بص له
بالاتجاه بتاعك، خد بالك انت مش عارف تفهمني ولا لا، بس لازم تبص له كده. فبالتالي هتكتشف ان هي كده تيرن رايت مش ليفت. نمسك التاني، هنقول بي لحد بي بلس 1، ولازم خلي بالك على الترتيب عشان ما تبوظش الدنيا. يقف هنا؟ لا، هيروح للنقطه اللي انا عايزها. فلما يروح للنقطه هنبص تيرن رايت ولا ليفت. واحد بقى يقول لي دي تيرن رايت باينه جدا، لا احنا هنمد الاول اللاين بتاعنا، لازم تعمل الحركه دي علشان ما تتلخبطش. وخلي بالك لازم تبص له من الاتجاه الصحيح، يعني هتلف وشك كده وتقلب الورقه، او انا هقلب البورد يعني وابص لها كده، هلاقي ان بالمنظر دوت الشكل اللاين ماشي كده وده على شماله، اذا في الحاله دي تيرن ليفت. طالما دي طلعت تيرن ليفت يبقى في الحاله دي واحده طلعت لي تيرن ليفت وواحده تيرن رايت، اذا ده ينفع يكون هو السبورت لاين، فبالتالي هي دي الاجابه الصحيحه، يبقى هي دي البوينت اللي هتنفع معايا. هنكمل بنفس الطريقه، يلا نمسك البوينت دي، هتكون هي دي البوينت الجديده، ده هيكون البي وده هيكون البي ماينس 1 وده هيكون البي بلس 1. فهنمسك السيجمنت اللي قبلها، لازم بالترتيب الحركه، هنمشي كده كده هنلاقي ان هو ده اللي احنا لسه شايفينه، ده تيرن ليفت. نمسك اللي بعده كده كده، وهنمد الخط لتحت، الخط اللي هنمده ده لما نبص عدل هنلاقي ان هو الخط راح شمال، يبقى تيرن ليفت. طالما الاثنين تيرن ليفت يبقى مش هي دي النقطه، لازم يبقى واحده تيرن ليفت وواحده تيرن رايت. نمسك اللي بعدها، هنمشي كده هنلاقي ان دي تيرن ليفت لسه مطلعينها. نمسك اللي بعدها هنلاقي ان هي تيرن ليفت. سمعتوا الفرح اللي كان معدي ده؟ يبقى مش هي دي البوينت. هنمسك اللي بعدها هنلاقي ان دي تيرن ليفت ودي برضو تيرن ليفت، لو مدينا الخط كده يبقى مش هي دي البوينت. خلينا نغير لون عشان ما نتلخبطش في الاخيره، نمسك البوينت الاخيره وهنقول كده كده دي تيرن ليفت. هنمسك السيجمنت اللي بعده وهنمشي بيه كده ونمد الخط نلاقيه تيرن رايت، هوبا واحده تيرن ليفت وواحده تيرن رايت، اذا هي دي اللاين او النقطه الاخرانيه اللي هتديني اللاين بتاعي، وهو ده فعلا اللاين اللي احنا مستنينه. وبس كده، هي دي مشكله التيرن ليفت والتيرن رايت. فاتمنى اكون فهمت حاجه، لو ما فهمتش عيد الفيديو تاني لاني اكيد مش هشرح احسن من كده. سلام.